بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاشر كان يواكي بقلات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب في آداب المجلس والجليس. وباب هي آداب تأي ضغنك لقربه مجلس كي قبط الله فريسان إيه مسلمين تأي فريسان إيان إيه وضضي مريان آدابت الله قبعه إيه والجليس الفعيل بمعنى فاعل وإيه يو أدبي هو آداب الجالس يبقى الله قوضة ننك فريسان إيه ميل فريسان إيانا السقونا إدبت إيه أخلاق الله قربه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم متكين يوسن استاشيني يونك عنن رجلا ننكالي من مجلسه ميشو فريي يقوبت يوسن كك عنن ثم يجلس فيه كدما يوسن فريسن متكين تصور دقاقو نن ميل فريي ويمادو يوسن بوسكي كك عصنن وكك عرنن كدبنا أسوه قوبت أيضا هيدا ننك وكك عشي وان فريسن. نبي الله محمد صمعنا ولكن أصي يشي توسع تكلف التوسع أوي اسكد يا إنا بلاريسان واتفرق وينيسان واتكلت دور كتاب وتفسح أي تكلف الفصحى ميل بنان وواسع الرادية أوي وعطف التفسير توسع يتفسح واسكد معنو واسكد معنو. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وفي قراءة في المجلس فافسحوا دوي. لا يقيمن أحدكم رجلا ولا تنكيري رجلا بالليلي عمومك حكيني إلا لا يقيمن ونهي مسلمين توحالك الرئيب نين إلا استاجيو نينك وح استاجيني إيه مش إياك عليه لك لقاد ما يمني يربا من وين با معلومة معاقل با مؤضيوة يلها رجل كلب تركيس لما إيقاي حتى إلمير كما كعين كرت رجل هدي ليدي المير متكاير يجاك عماشة صح معها لكن مجلس كهلا بلاري قوبت هلا كلا طرق هلا واسعيو قاعد اسمع ريال ليدي هداي لقت هلا في ديو سين مشو إنه دقت لكن إن تان مشي ككعيسو إن الفريستو يسان دعين يسان دعين. وكان ابن عمر ابن عمر وحوا سوى حديث كان كل رقمية إذا قام له رجل إن هذا استاغ وبص أوقع من مجلس مشو فدي إن أوقع لم يجلس فيه مؤسا فريسان شرن هدي دعضه أرددي سي تابعين تي سحابي كلو أسا كدعير إن فدي أوقع شيخ بايمد سحابي بايمد ليد هذا عمر ويلكيسي بايمد موسى فريسان شرن ما شاء الله أوقع متفق عليه. هاي أبو داود بينكم مرة حديث أسوء أوري ابن عمر صحابي كان لقور شو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه نبي محمد وفرديا صحابه ولا تشوغان باني يمد نينكي با نينك لا حرميو قدريو بوسك وكعي فذهب ليجلس فيه وحوضون كي بوسك اللوغا كعين وقوبت اللوغا كعي بوحشو وفرستو فنهاه رسول الله رسول الله بأدي ذي ويري مايا مش لا كعيم فريسان كرتي وذا لي ابو الخصيب وزياد بن عبد الرحمن لي التابعي وابن عمر وحققا تايا كجرو ابن حبان با توثيقي ومجول حال با ليد هذا لكن ابو داود وكا مس حديث كباب ولي بو حجيستي ابن حبان نوا توثيقيا البانه وتحسين يا حديث كاسغا اسغا ابن عمر بان وريه مركا نهي عط ايمانك او جوغي فعلك يا قولك ودا سوده يا حديث كانبا وكدغ مجري أبو بكر نفع من حارث بأسنا سدا يلي جري ما لنبا مخراتي اللوغو يرى إنو قضية كم مخراتي كعو مركو قوبتي يمج أيا نمبا فرق أوك عيري شيخ خلقان سوى فريس ما يو نمي محمد با نغر ريبي ميل لنو إن الواقع ينا ونو فريس أنو أصغن حديث كاس مرفوع وي أسنا ضعف با كجر سنة كيسا لكن لبدا حديث ويستاغير يانو وي إسحوچيني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس متكين هدو قوب ككعوه ثم رجع إليه مجلس كي قوبته ككعوه كسور لابته
فهو ننكا صلى بطيبة حق كمدنان يا كمدن به بالمجلس من غيره هو ننكا صلى بطيبة مجلس كمدن أو كحيقة أو كالي ضدك كالي أمرك إيماني. رواه مسلم مسلم بحديث كوري. وعن جابر بن صمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا إذا أتينا النبي وحانو أهين أدن صبره أنما نصوه ميل فرية جلس أحدنا مثك يوحو فريسان جري حيث ينتهي ميشو سوء قاله ميشا الضنبي الضنبي سبا كذن كبا الله كرده ضربتا يدعشا فقبها النقوته ميل نبي كرده يروكدر قسم بها النقوته هل كان بروحو فريسان جري يمد انتو قتل لابسده وددك أورده أصغو النبي قد أدواتد وددك موسى دي بيجرين. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وحونا إلى حديث حسن حديث مركا وحيتوصيان أحكام دورة نبي قد سعد بنا ودي ذي إن أن أحد بوس كسنتين وككع إنه أنه أين بدل الله فريسان لكن نبي الله محافرا إسو واسعية كلا دوركا إسو بنايا يعني عليك تتصقى بوناكسن أفريسان إنه ماشي بنقاط لكن سيها الباطل وكدحدق وهم ياقها دين أفريسان ماشي بعيدي يميس هذه مركة حلقة الله واسعية تذكرن بيدي قيس يعني بوسك الله سكاك عساني هل حلقة بلارية فرقة بلارية سي أمدو وضدي قدو تاس النبي وينو عدي مدكين هدو ميل فرديو أسوكو قبصة دي كدبنا كادي آدو ويسو أبحو تلفون بنانك لير آدو نين يدي دنبان كالاي بنانك أو لير جوكسدو انتو صور نقونو يو بوسك لغم فردي سنكار النبي وينو شيء إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به تنضم به حديث جابر حنبار سنة يصنع برنامك يلا أدب أخلاق بدون ويو تدكي إيمان إياه قوبها سوى فريسان إياه وحوه مضحة دبينة إنتا تائش أم ريسان مجلس كي قوبت الله فريو ماشي إذن تغضي عدد هبا فقاتي إسك فريست القاس ربي دين بركين إياه كان إذا أحدنا إذا أتى النبي جلس حيث ينتهي ماشي سوء قاري مركاس وبنان هذا ميل هرطة هنا خير هذا ميل دنبطة هنا خير حديث مركة قصة أبسن أدب المجلس يو الجليس أيو آد شيخ حديثنا أو كان لبما سألوا مهمة وحديثنا تقطع اللغضة جماعة المسجد جماعة المسجدنا لقال ربعين مسكح ذي مانك كوهايان أم برارو تشنو هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو يريد متكين هذا قوب يميل أسوغ أستيستو أو فريستا كدمنا أو قدنا يستو انتو أصول نقانو يلغا ما فريستان كرا هو يريد وحان ميشا كتشرين هذا قرغي هذا إسكتشوغا إنا تصلي سو ديبتو سجايات سو ديبتو صفكو رات ديغاتو هدونا بسيدكو ببوحة ولغا سو هرمري انتا تصوت حقادو أو تصوت تطلاب ستا صفكو رات بوحيسو وصلي ساكا لغودك يا برقينكي ويلكا لوسو ديبتا صاحبك اوسو ديبتا شقالها مسايدك اوسو ديبتا كالاقات بلا مربى اظن امانين هادات صلي سو ديبتا اما عمامات سو ديبتا اما عاقد بيا اما الرحلة اما تلفون ماشكو عشري سبوس عشيسة وطيدك تماشو تكدمنا تمادو ارنتا علوم حسكو وافقين اني حارانتا كبيرة من الكبائر وباتفاق المسلمين وحرم ما بنانو مسجد بينك علينا مسجدك مسلمين تودن با اسكله متر والبيه تاك والبو مسجدك كنت كنت الله ومشترك ولا وداغا وشراكو امدو كدخيا نين غوني اولى ما جرو marka adu gurigaada kasoo dhiibtay salli iyo umamad iyo caagad kasoo dhiibtay laba saac kadibna aatimid meeshii aad xiratay waxa kaaga xaq badan oo kale dadkii ka soo hormaray masaajidka ku soo kalahay ee meeshii ka ciisatay falka aad samaysay ee boos ciishiga adoon iimaannin inuu xaraan yahay waa mas'alad maxaa dheeri culimada muslimiintu isku ijmaacay inay xaraan tahay dambi aan horta la gelin baad maaninka galaysa adoo leh jamaacada buuxi safkooda buuxi masaajidkan laga hormarin ama waxa sababiya علمك برت مك الذين لي هاي هولها سايدون دومن هاي صلاة شعيل يا سفر شعيل ما حد كقاضي دم بأن وذات كان قضال كي ما دول يجيبوا سقود عينات كل عضو قضب كوا مسألة الله بعد
saliga aad soo dhibatay coomadda iyo meeshii aad telefoonka ku boos ceshatay markaad timaado salaadda aad ku tukutay ma asixi mise asixi mayso muran baa ka taagan miyaad fahantay warkaas saliga aad ku boos ceshatay waa timid salaad sunnaa jumcadii cishihii maqribkii baad ku dhufatay inay asaxayso salaadda iyo inay baatilo tahay balcan baa curi hal bacaad lagu lisay iyo xoog doofaar lagu eriyey iyo muruq dhaanta lagu tumay inay tahay muran baa ka taagan wadaadda salaadda ma asixin bay leeyihin oo maxaa jiraa la yidhi waa culimo badan weliba inay jumhuurta yihiin baaba la sheegaa waxay leeyihiin waa salaad lagu tukaday meel la booliyado la dhacay wey warka miyaad fahantay guryihii soomaali kala taabsan jirtay iyo boosaskii la kala dhici jiray iyo geeli la kala booliyan jiroo kala weeyey leeyihin culimmadaas guri aad ninkii lahaa ka barakicisood aa ka kaga saarta salaad ma ku asaxaysaa ka salaati fi daari almaqsuuba fii buqcatin maqsuuba wadaadda salaadda way asaxaysaa ninku waa dembiile waa mujrim waa booliyade xaaraan cuno weeye laakiin waajibkii iyo salaadii way ka dhacdo way ka asaxday wadaaddaa ku dooday niman waxay ku doodayaan mujrim kabiire ku jira weeye wax ka asaxay ma jiro wixiisuba waa bilaash cilmi darro waxay ku geysasoo ma arda meesha baashu ka degtay masalada saddexaad salliga uu ninku soo qaatay uu sii dhigtay asaga uu eeday adugu markaa timaado kuma tukan kartid adiga soo hormaray masaailka fiqiga si fiican indhaha u kala qaada asaga maxaan idhi salli ma dhiiban karo mana sii boos qabsan karo hadduus isagu imani hadduu ku tukadana salaadiisii muran xooggan ayaa ka taagan ma asaxaysaa mise ma asaxayso laakiin adoo hawsha og yaa dhigta salliga hebel miyuu yimid maya anaa ku tukanhaya xaaraan waay kuma tukan karta salliga laanno salliga anaa iskale milkiga iga weeye anoon idminna cid kuma tukan karta halka waad fahantay soo ma maxaan samayn saliga waan iska tuuri karaa tan xagga lugta ugu tuuro yaan bartiga iyo ku tukanaya juuq haduu dhahana feer baan ku daldalahaya maxay idan la tahay dadkaa laynina intaa waa gaftare waxaa weeye salligaasi kuma tukan kartid laakiin waa iska qaadi xaggaad iskaga durjin salligaadi yaa qaaday anaa qaaday oo maxaad u qaaday waan kaa soo hormaray oo salli baan soo dhiibtay waad eedaad leeda salligaa soo dhiibatay adaaba eedayba salliga kuma tukanaysidee goobtaad ku tukan salligana waad iska tuuraysa xaggaad iskaga qaadi masaailka miyaad fahanteen masaailkaasi ay axaadiistu ka hadlayaan aad allah iskaga ilaali وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي مسألة كساب سن متكين هدو ميل قبصدو كدبنا وكبحو كد وصول لابتا أساقا أمنا لهن يعني لغا تابنين ووقت غا يربا لوچ دا عرفي غا يا ما تري أدا ديكتاي ويكد وانتا من دا يدا تاسي تيهور ويدان تا لكن لابتر كدو مرم باكتا يا afaaraha khaaska aanu geli maayo wuxuu rabaa inuu wadaadii masaajidka ugu diro soomaali curfigaa loo celinaya masalada ayada ah culimmadu waxay leeyihiin haddaad intaad meel fadhiisato saaka iskaga tagto oo maanta oo dhan iska maqnaato casar ka timaado cinda kama cigtid wax waxaa laga hadlahayaa dan yar oo daqiiqad laba daqiiqa shan daqiiqa oo la odhan karo hebe baa ka maqanay u kaadiya laakiin barqin baan salli iska dhiganhayaa ragcatayn baan ku tukaday casarkii ilaa lama agmari karo dadku maday ku xidhxidhan yihiin hawsha dhowe qariibka laga hadlayo curfigaan loo celinaya curfigaan loo celinaya wixii aan dayacaad ahayn inbaa lagugu qadarin wixii loo arkay inaad meesha buscishu iska tahay laakiin aad suuqaada iyo sarifkaad iska aaday saliga waa lagaa tuurahaya curfigaa marka loola laabanaya hawsha ayada ah wadaaddu waxay ka soo reebaan fuqahadu haddii macalin oo kale ama wadaad sheekh oo kale goob gooni oo masaajidka uu wax kaga ku akhriyo meel yar duca jirto oo cashira ku bixiyo ummadda qur-aanka ku baro
farta ku baro muslimiinta wax ugu qabto meeshaasi marka in lagu ixtiraamo mudan yahay haddii la isku yimaado asagaa ku mudan fuqad intaasi ka soo reebaan dayilkeedana ma fahmin aniga soo reebkaasi ma fahmin goobtaad waa dadka wax ku baraysa hadii lagaga soo hormaro ninka kaaga soo hormaray iyo ummad wax ugu akhriyin qur-aanka ninkaas wax ku bixin oo casharka ninka ku siiri dhaqanka ay axaadiistu tilmaamayaan saxaabaduna way lahaayeen way ka hadli sayidina cali iyo cumar waxaa ka sugan suuqa muslimiinta ay dhex mari jireen meelaha aan dhisnayn ee bannaanka ah ee bagaashka lagu iibiyo waratada waxaanu dhihi jiray haddana maxaa la yidhahdaa hawkara ya misley waratadaasi bannaanka siman wax dhigata nin walba saaka markuu soo kalloho meeshu alaabta daadsaday ayuu leeyahay ummaddana ka xiga ilaa la gaadho gobolku ka dhacayo berri marka la soo kalo ninku soo hormaraa iska leh sayidina cali iyo cumar sidaasi oran jireen hadday arkaan suuqii muslimiinta bannaanaa ee la waran jiray in ruux uu geeda ka taagay ama dhoobo ka taagay suubos way ka duman jireen dhulkay la simi jireen ciidan bay hawsha u diyaar gareeyeen berri arrintu waad soo kalihin meel bad alaabtii ku waratay waa laga dheelmaday haddana berri baad soo noqon geeska kalead ku warani meesha shalayaa kaga soo hormaray geedi baa ku habsaday haddana tiish maanta jaamac baa ku habsan kaa soo hormaray sidii loo soo kala hormaro weyn xilliga aad dhigatay ilaa gobolku ka dhacahayo yaad ummadda ka xigtaa waa meelaha bannaanee muslimiinta u dhexeeya suuqa wax lagu wadhay alaabtii miiska lagu daadsadaa lama dhisi karo miis kuma xidhan kartid waa aday muslimiinta ka dhexeeya bay fahantan waxaan ka hadlaayo birtaad ka tagta waan jabinaynaa la soo kalla bacdaada iyo xaalalahaada daadso wixii rabbi kaas iyo maalinka arag gobolku haduu dhici waagu baryo ninku u soo hormara ayaa u xaqnimo badan sayidina cali wuxuu odhan jiray aswaaqu lmuslimiina ka musallaahum faman sabaqa ilaa shayin fahuwa xaqu bihi ila lleyl ila lleyl suuqa muslimiinta wuxuu la mid yahay masaajidda muslimiinta nin walba meeshu usoo hormaro asagaa mudan suuqa ilaa gobolku ka dhacaayo sayidina cumarna wuuba baabi'in jiray baa suuqa cartaa dugaha waxaynu ka hadlaynaa meelaha muslimiinta ka dhexeeye suuq uu nin leeyahay oo dadka uu ka karaysto kama hadlahayo weligiinba waxbaad leexisaane ma ogtahay waa dhowid ba waxaan ka hadlay dhul masjid loogu talagalay hee inaan la saari karin dana khaas iyo falaad aan la saari karin dhul uu masjid leeyahay markaas waxaad ku fasirteen guri nin uu leeyahay oo u dhistay falaad ka mid oo masaajid ka dhigay buwaad ka hadlay baa tiraahday dadka u kiciseen ninka isoo wacahay waraadu kaaba hadlay waxaan ka hadlayhe dhul masjid leeyahay dhul masjid leeyahay in asaga loo dhisa mooyeen hee degan lama saari karo masaajidka iskale ilaa cirka toddobaad hawada asagaa iskale masaajidun baa laga dhigi karaa iyo wixii asaga u dan ahee marka waxbarashadiisii iyo howlihiisi ah markii la doono lagu tukan karo jumcad oo kale markii ciidi yimaada intii laska kala tuuro waxa yaalla lagu tukan karo oo muslimiintu ay leeyihiin laakiin degan la degahayo oo lagu dana gudanhayo oo caruur degayso iyo haween iyo dumar rag degahayaan oo hawlihii la qabsan jiray guri lagu qabsanayo mamnuuc laakiin guri anigu aan dhisoon anigu leeyahay masaajid shuqul ku lahay ummad badanna degantahay baan unit waxaan u gooyey mawlac masaajid ku tukada waa okay khayr allah nasi yeela hasku meeti la isku ma qasay soomaali qaska hal joojiyo hadii maan isfaan hadda inta caawin tad qaadan waxaad odhanaysaan wadaadku wuxuu yidhi suuq oo dhan waa ka kacooday bul wey warka aada iskaga ilaaliyey وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل من مقب يسته يوم الجمعة مالك الجمعة ويتطهر مطهر قاطئ اسم النظيفي ما استطاع انت أوضع من طهر التنكير للتكثير هنا من طهر وحي نظيف اديه الله اسكتشرو شاربته الله اسكتشرو timaha kilkishoo layska habeeyo kuwa hoosoo la habeeyo adoo qabaysta
وحوالبون نظافة قصاب سنباس وقلين لأن التنكير هنا والتكذير بالليلة هذا ويتطهر مطهر قاتل اسم النظيفي ما استطاع وحو أوضو من طهر أي من تنظيف ويسدي قبيز كي عديه الله شارو شاربت الله اسكا قابيو أضو سفع أرهم ميدا تمها ميلاه سكويا الله اسكا بيو قوة كلكلا الله اسكا بيو وحيما ديد كالدقاء الله مي سنشير الله استعماله يعني وحوالبون نظافة كيني ويدهن مصب كذا مرعش هذا من دهنه صوب جيسي يكرم كيسي سليديسي أو يمص مطابط من طيب بيتي وشك الراوي يدهن ميو نبي يجري أو يمص ميو يجري مص إيه الدهان لا بد أن براوي وكش جوانا اسكو معناه اسكو معنا أو يمص مطابط أو اسم مريم بلوجة من طيب بيتي جرجي سؤدو جيسي عذر كيسي يعني توحي توصي سنين كمسلم كوان جرو حنويال حن أدقون أو عذر برفوق الله اسمريه أنسي أن وحك له الدين لواي وذاده وهو يسنجر فوحني ألابتي وحن أدوكو عرف هدي وحك له لواي بهل كثيرة هاي لقاها لك يسنجر يا كونفورت قرن ميزا علين لقاها لك الشدا يسكت جردو عرف يس ريحاني يثيرة بوال إلى هذا رم بسامك هو استعمال لما كانت جمعة أرت كل عاد بقيد واي ودوها قوة علم علمت معي هاي نين كان مركع عصب قاد بمودة قاد ميه وبهل عرف يسوي ثم يخرج مصبح فلا يفرق مكة لجي سواء كلاجين بين اثنين لبو سكو حكته ثم يصلي متكذو ما كتب لوح اللو قدر إله وافجيه ثم ينصت مدك رارعيه هو سفع مدك يستدق ودران إذا تكلم الإمام خطيبك هدوها الله خبيه إلا روحها دجر والروح مال الجمعة قبيستي وسوك الله واقبيست مال الجمعة والسنة دي فيه ويحو داشن كريب وصور داشتوي واسو سيديست وصور بحمسات كيبو يمد لابد اسكو دقنا اشيكي سنة اي صاحب هذا مكلا في جنين لحدك ما عبصدك كما ديقنين ميلها بناكو اسكاقتو كذي كدي منا صلاة بو استاقي سنة مطلقة ويحو توقن كروتو كذي امام كيبا خطبة باللابي سيفي عام بو دقيست روح النوع عزة إلا غفر له والله دافا دم بقيسي ما بينه وبين الجمعة الأخرى مالك إلى جمعة حكته الأخرى وتأنيث آخر آخر يا آخر باكالجرة خذوا الله كسري يدوا الله قرنبو آخر ذات ذا وأضم بيه آخر ذات ذا ذنا وحوي ومذكر أخرى وي أو ومت كلام بالله وذا مت كلام بالله وذا جمعة مركه الرئيسي يتضمبو إنه أنكر تادان رهنو الأخرى اللي جاء هذا أو مذكر كده هاي آخر جمع هذا أوتشو يتيكو الرئيسي أسبوع عاصل الدافع يوم حديثه كون نغنكرا جمع هذا ما نك أوتشو يتقدم بس أسبوع أنا وأنا نغنكرا معايا لي جمع كلام بالليل كله ما ضينا وين نغنكرتا لاحقا مستقبلنا وين نغنكرتا رواه البخاري بعد كوري لكن رواية كلا عديو جمع هذا حكته صوص عطان لوجيه حوشه قرب أو كان حديث كان أداب المجلس أو كان فلا يفرق بين اثنين لبا وسن كلاجين لبا روح يسكو حكته يسكو دو إن صاحبيهن يسويه شن هيان بالغياب إن شكاء برنامج كسر دمين وين سهو سوق دم يسن هيان بالغياب إن متكود حنون سن يوكا كلا أوبن ربا إنه كاغد ولا لغياب وادد سوى الشنة وصاحبه ووالد يويلكي وادد اسح ورق صاحبه أرضاء لكن لح قد ذلك ذلك ويكون بسنة يا يقول شركة إسقلينا يا بامد والبحر كافر إن كرقب حقيقة سوى بودي حقيقة لقى صوت طوري مسلمين وكل بسنة ما فيهم ما لا لقى دب سنة برنامج إسك إستاك هل مرمى لقوه قال يا أيقوا هذيك اللي فوق هذه ومن هالكافر ديو من هالك نحن إسكت برنامج ورباين إسكت تناجيان وهذا إسكت طوران لقد جيشنا الله نحفر زرية لكن أيقوا إسكت دجن ومال روح قادة عن ودع أيس أنا ودحينين إن أذكر طورته وترى حق إسكت حق أوسكو أنا حق أوسكو صلاة دي بوس كل وقف سنتري وبوس قبس صلاة ما من إسكت إلى عليه بنانا إسكت قد تكذب أدم زاد مقص بنانا هذا أول إزري حسف كل توسيو ميلون بدهيل الدونتا وحن مسلم كهالريح كالدور كهالدين كالسكادة وان سنة يسان هيا سنة الرقابة يكون أصحي ما نحن عنا دي تهاج انت هو شهادة كغفيري انت البنان كاسكفر يزدت وذلك اسكفر يزدت
هذا مكة لك علا أقيمه مسألتكم أصدقاء عمير بدونه بمناب بنانا ميلها إسكتكو المسلمين إنا يكون لبصدان ومشكله هذا سؤال لي والسلامة لا يعادلها شيء إنا النبط قشو وحق لك من مشكل هذا أجر رادين هيا وثواب رادين هيا صفر كورد هيا المسلمين هاتبين ديف رادين تو وفائدو دبك إنا رسكي على السنة ومحوار رأس المال صدرت من عباس عورن جري السلامة لا يعادلها شيء ربح يا رأس المال كي مهم سن رأس المال كي مهم سن ربح عزاك عدى ليه إنا تبت قبطوذ في يودة هاي دم بنا إسكي إلى اللساء كم مهم سن أجر هذا مركا هذا سوء إلى ليه وعن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول الله يحل لرجل أمبنانه أن يفرق إنه كلاقيه بين اثنين لبو إلا بإذنهما إنا يقف صحان مهيه دحدي إنما فريزن كرا مكتو كان كرا ويدي حيوك أدوى الله حق وسك حق وسك أنا مال دويت جمعيه جمعة دويت بيلهورين وعمر ماينا رمضان كده حزمية مزوكور شعبان بيعيد يا قصة إذا كشيء كيره أيارو وذا تسأل سكوب دقونه وح نود حيتشين حقنا عن مشاكل السنة إنه هولا نص عط يبوذات يجري إيكا دركا كورن تنو في ناس بريتشي حقو كي كلو طابتي كي كانوا تو يفيري و أصلا إيش كفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بول نينكي انتو اعوذ قالوا تراك انتو كذا الى امك مكو ياركو سيغولو اي فيري يا نينكي ما اللي ود بنو ياري وعار ور دبا جيري حديث كاسا كو دق ما هي ادو هدان ديدني حقا اسك فريس واد ما وداد ما مالك كو لا ياري حق خير درده خير درده عامل الكاسب تاغي مسد كن ياي مسد بلا وحو اركا ان ادولنتي ادد كلا دركي ويده محو اركا نينكا سوماليغا إن هذا حاسي تهاي خير بيلاء أونيرين هذا بيقول دشية ما بيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا وذات كوه الشين حبا نبى متشر لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين الله بينه كل جوابنا إلا بإذنهما إن يجوا أقلاذان مهين نحن إنما كنتم كره هذا يقول أنا كوك على دركا خير ديك لو حبا يان لقول بسني رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وفي رواية لأبي داود رواية أبو داود وليه وحكتمت لا يجلس بين الرجلين رجلين هو القبسي وغالب شرع عليه وايدين شيء لأن الرجل من حيث الجنس أكرم وأشرف من المرأة مركز معناها مبلغة كذا ما تخصيص حكمكم ما ضمركم واسطة وكله لا بد قبل هذا وضف فردية ما كم سيد كتبنا لا بكرة جينكر إن أيه فصحان موية إلا بإذن ما فصح هذا موية وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه وليه حن كتر آداب المجلس والجليس وعن حذيفة رضي الله تعالى عنهم حذيفة اليمان من حسن اليماني رضي الله تعالى عنه أسأل كيس كونفر بكسو تشيدا لكن وان رمى كواقدا من المدينة كنت من قرن إسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النبي وحول لعن ذي من جلس روح فريستا وسط الحلقة قران قرتا يحلق ذا برتن كذا فردي هدي لما يريو لو ريتيو لقيا دامو برتن كناد فريستا وممنوع لا أنا نبي وحنا حريص تلاقي كيف يقولي من جلس وسط الحلقة وسطك أو الحركة وده ده وحيد هذا وسط يا وسط باكل الدون هنا وامحي ووسط وسط بعض النسخنا وايدين ريبيان وايدين ريبيان هدي وريبيان هاي وحال يجري وحاوي شيء حرير لكن كله قوان سيد فرد قد تكوكله وح حرير والله بقي بود شيء حليلون لك لو جينكوا أجزاء كلو عن الله يصير جريه هكذا جرو وادزين جاي وأنا أسكت الجاية ضدك فردينا واحد حليلان حلقة لكن وأفراد أجزاء كلو عن ولا كلو قد قادي كرو وحيل لك لقد قادي كرو حق إن حليلة وحال إذا وسطي بل إذا وسط ولا الربا بيده وحي أسكت أسكت الجاية حليلان لك لقد قادي كن يصير جري يدارت إيو مسجد كقاب كود دسين يو كلانا وسط بل إذا ذا بيده وسط أو والحركية نوانا حيدي لابد واسكم مت والعكسين كرتا قادوا تضب استعمالي كرتا ديب مالها حلقة برتن كذا إلا فريستو نبي يقول نينك فريستو والله عنا محول عنا دي حكمة واسك عادة عند أهل العلم حيليين تقول قد بسانية ضد كيساو كذا ما إيه مركي حلقة وريك سنتاي ولا قران قريو
نين والبو أركيس وتشيس حق الله فيرين ولا ركتا حق الله فيرين ولا ركتا حق نين والبا وتشيد كجيس كافري تذكره وأركاية كجيس كافري نسيتوك نين والبا حلقة تذكره كسم وتشيدا لكن مركون نين رفوريست نين كم حكاقر وكات يا ذي ضد هذا ربتي ما تقول إن حق كورتو وأسجل الأول يكتم وياي تذكره أبان الأركي ميسي من ذكر حقوق كبير بقى كل واحد يو رجعنا ده نظام ماشوا سرعيه هذا يكون هذا لوجود قدامي أمير كودي باتاي شيطان ينفع حقوق أفوفه يعني مسلمين تروا كل بسنة يعني مع الربا حلقه ده وريكسن جيس كفاريس حلقه ده يتصبح على تحي طيب خجل برتماه فاريس سنة أنا مركا ضرك علي حاجة كلا تماذا بموين سيد مركا قاعد يعتر تيف حد يسلفك رواه داود بحديك وقال بإسناد حسن سند حسن وكوريب وإمام كويدي واصلح سند كرجاج سوى ثقات لكن إلا الغشيقة حديث كان سند كيسة وحوري حديث كأبو أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد أيا وريا السدوسي لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي أبو مجلز أيا الليل هذا تابعي قاسا وريا تابعي أمرك حديث وحكا وريا حديث كقاطنية وذلك الشعب الأورنجري إيو يحيى بن معين إيو علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري شيخ البخاري وذادها صدح ذا وحيدة هذان وحبك موسى مقل حذيفي عمر لاحق بن حميد أبو مجلس حبك موسى مقل وإنقطع مع كجر سندك هاوشا سمرك الله الشيخة وروى الترمذي ترمذا وريا عن أبي مجلس لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي نك هذا يدين شيء ويا عن رجلا نبا قعد فريستي وسط حلقة جرانجر برتنكيد إيوه حلقة برتنكيد سالو وريج فقال حذيفة وحور ملعون نحريست له بلقو فقي على لسان محمد النبي محمد عرف كسال لقى فقي أو لعن الله إله بلعنه نحريست كديري على لسان محمد النبي محمد عرف كسال كديري من دول كبا لقى ديري نحريست إلهي والله لعن ذي جلس فريسته وسط الحلقة فرد برتن كيسة حلقة لو ريتي برتن كيسة ومر كذا إنسان سكفر له عايز مره على الله يا قران قد لو ريتي أو سداس إن برتن كفريسته مرك سيدا دحت قال لو فديو ما هو حلقه الله وبال وريغسن ايادو تي دحتانو دحتال ايدن كنا دبرك يا دنيها با ايغان مار يا هاريره او شاس لديدي حديث قال لكن وقال الترمذي وحول اسو مرك ورنا حديث روايه دنبه حديث حسن صحيح ايو الترمذي ابو داوود يو واحد مودا انه اركان لاحق بن حميد ابو مجلس انه وحكم مقلي حذيف مرك انقطع كما علينا ايان كما علينا ايان لكن حديث عمر حديث واثل من أسقع أي أسنى بابك كوي مادة في مسد الطبراني مسد الشاميين بو كوي مادة وحونا تصي إنو يهي إنها يقول تنزيه بو حديثك تصي واثلة يتصي لكن لعنة تنزيه كمات مادة أو شو هاو العلوس على يتحال نووي يا جماعة وحي قبان حديثك إنو سوغي حقنا لقوع اللين كان انقطع وذا دها إذن حديثك وضعيفنا معناها سيؤتشيذانو انقطاع كجر بين لاحق ابن حميد أبو مجلس إيوه بين صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه المهم هل قفق هذا مر هذه العرض ماشو قاعد هل أسكى إلى ليه وأن يصوم الري العمل بالحديث الضعيف احتياطا ومذهب السلف الصالح حديث ضعيف كا إن لقد رقمه احتياط هي بمعنى قيق إسكفقين سحر قدر بالاسكترة قري قيق والله سلا تورا خير وحكومة يلي شر أطوك هاي أنت اللي عندك سوء قاري لهيد اسكي قفكو هلا أكون نفبعين حديثك وين قد أعبا لغوش شيء المدينة بس دايير وا اجتهاد وا اجتهاد نو ترمي دبا صحيحين هي. أبو داود با يا فيرمين هي. نو با كل واحد حسنة رقب ضم با كدر أنا ويو هالكام مري مركب مرها داي هوش هالكاتا هاي اسكي قفكو وي اسكي قفكو بخاري با قعيدة كهالي أحمد با كهالي مركو مري حديث كي تسي بودي ذا إنه أي عورات هاي بودي ذا رجع لقى الله تمر كم ماها فولين كرجع تجيب كركي سوي حاجة كوري إنه عورية حديثه جرهت أي كويم سرد كيس ضعف ذا كجرة هي اختلاف حديث أنا صو صحيح أنا نبي محمد ويرتم يوم خيبر ويرري أررت ويرري فرس كلك عهاي إن نبي فولين كيس هرال الله أركي مرة نتيك الدور شيء
نبي قلوا سمرة كل علينا دجال بكو كشراي يو بخاري ولا كيرك وحلو حديث أنس في فتح خيبر أصحو وحديث جرهد أحوطب في البخاري حديث جرهد ورنا يبويدو وإن لقاريو أي أحوط كي أصح عمودي كدقن كيس حكفي عن الغدقمه مد كان ضعيف كا ورنا يبويدو وعورو الصحيح أحوطي استعمالي أبو زرعة يلي أبو حاتم الرازي بايلي أحمد بايلي المحيم بايلي محدثه رمباس ثاقبة العمل بالحديث الضعيف احتياطا وعمل سلف الصالح سؤالنا ويتقى أن حديثك وهولاد ما يدى إذن شيء يبقى معيطو صحيان معيوري مروذي اللي يحكو دارن هاي دبن قال تشيرم دبن قال دبن قال أكوسو دارن هاي مروذي اللي يجب عليك عد كسو ورمتان وربما هي مركز مانو مرود دوغا لا دارن هاي مربان يان كدغا هيا دغيه دم بس عقت مصبتان سا او وريجيريا وهر ملكو جو يوخيري ورعول لما يريستي نينكي دبن قال لا حقيبو سو غاري اكا ديار غروبي يعني احتياط بالاس كغه باهي وي احتياط بالاس كغه باهي انت مركادو اد بلا دحفرسن لايد حديث كو ضعيفها كو وريغسن اسكا الىالي وي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قران مغلي خير المجالس قوب الله فرست وحا وناغسن اوسعها مد اواسحسن مد ابلارن غريها مد اواسحسن با خير بدن نبي انه شيغي الدنيا سعاده وحا كميده هويني وناغسن غري واسعه جديد هيين درس وناغسن وافرت النعمين قدون كوي درس وناغسن با الهي كسيي وعررتك إلى لي وضد مقنت هيئات آمنته كورقبة خيرك ولا الإله باكولدك درس وناك سلم أهله أنك سوم الرأي وذاتك درس كالله أبو حمزة السكري إبا هذي أي يلي قولي بأي غيبة قولي بأي قيمي ما يقدرهم لا بكون درهم بقول لك قيمي وحول لا بكون درهم بقول لك قيمي لا بكون درهمنا ودرس لماذا أنك قول يا أبو حمزة السكري قولي قيمي وحجه سوقي السيري دمك الله في ريو لا بكون درهم لكن قولي لا بكون درهم وافر كون درهم بو محاجة موالنتا عوري لا بكون قولي قد هي لا بكون درس كون اكسنين لها ايضانو ايقوضو انو كما سعودي ده بوري ابو حمزة الله شيء هو شيء مقلي صحابي نينكي امام كات ونن علماء كميدة اتباع التابعين او من اتباعهم بانو طبقات مالك ايو عفو طبقات شافعي احمد وي مركز وحور مساس وداد كل مسكين كها حور ويري أفر تكونوا درهم بوسي هل كان شوك بور قرآن اسك ابن هذا نمكو يري درس لماذا هذا كل حساب طم هاي والله عك بكر دكتور صرفتي هذا وحيل كرتو قبل ندوا محين كانوا يسون قرن والله باتي إلا باتي هو مرك مجلس كواسع أنا بقول خير بدن بقول كواسع هذا قريه وكا خير كون أكسيا مرتد أن بلوجي هلي أدي وأكون نفسي عجيك عن كبوت كانوا يمتعوا جايو كدو جوجو كون نقطة بابور هذه كروالية زيدين وسعر إنه مرة فرنك وجو امتحانة أما قالوا بسينكس اللجون كده مشكلة كلوي جايد هينا جبر وأنا أكسن قري واسع يدرس أهل خير أفرت الله يسكم هلو أفرت الله يسكم هلو ما صور راعي فرد واسعة خير المجالس قوب وخير بدن لا فريست أو سعى مدة أو واسع كان أبلا عرب بمعنى نبي حول ليه هاي قوب دي الله فريسة يا فرد قبل عربي حديث كورة كتب لونا كتاب كتب لونا باب كتب ساي روى داود بإسناد صحيح على شرط البخاري سند فيوب كوري ولي البخاري سند كسوه كلا وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس روحي فريسته في مجلس قوب او فكثر اوبط فيه في المجلس قوب فريستي لغته عن تربقش كيسو لغته وصوتك يا ضجده ان لفهمين هونك يا هذلك ان لفهمين ايا لغتك الليل هذا لكن وحلو جيدا هذلك الدمبقه اما بلاشك اما عن تربقش كان معناها رهيب
من جلس روحي فرس في مجلس قوب وفكثر أوبط فيه في المجلس لغاته قفكي سبابطي بعد عادي بابطي هذا الكلام لا يعني كاسو بحوا قوبت كبت والس كفتمي والغم من قحي والغش عبي ما أنت رمى وحل قلبها يي وفقال يلا هذا قبل أن يقوم أنت سنستاجن من مجلس وسنكك عن ذلك كاء يلا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك نبي حر عليه الصلاة والسلام دعاء هذا آخر ذو أذقبت كغتك تو وحدن بيا ماشى كارد عيون بلو دافعي والله ترتر يا وحبا العط يا الله مصحة هاي سبحانك اللهم الله أداه فن عيبكه فن وعيبك السلينة وبحمدك أنا وكلهن مهدا هذا مهدا أنا كنول إله عيبنا وادكه فن تهاي مهدا أنا كنول لهم كتيرة ويمعنو أشهد وحنقر يا الله إله إلا أنت الله حق لقوع عبدون أذيع كأهين إنه سنجرم بانقرية أستغفرك الدم دافع ربي وقويديسن وأتوب إليك وأنا كوس الله بتي أذن صلى الله بتي بيجيل صلى الله بشديد أنت هذا هذا غفر له إلا غفر له أذنك وحلو دافع ما كان وحد عي في مجلس ذلك فدق أسقى دعاء الله عبدي الله أخريه عرضها الله بره إذن كل لازمة ولا وضيع قانا لكن الغرق ما أذك هل من بارك يا جانت الله فوري وكبه الله قش نني يربح حسوسناي لكن هذا براتو نفته هوشة كوأبا بيسود كوعرب بيسود كورباي كتربيز وهذا ما يلقب سن من غير قصد بيده مرك إلهي باك أقبل يا هوشة مرك وآداب المجلس كي يقبط رأوا الترمذ وقال حديث حسن صحيح كذا هوشة يقول وعن أبي برزة رضي الله برزة أبي برزة أسل كهذا سيقول الله قال الصحابي حوري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيد النبي أها بأخرة 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 ما وبأخرة همزة أي أخالب واتخرد بيسان بأخرة أي في آخر المجلس نوان غنكرتا في آخر عمره نوان غنكرتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي كيد أها بأخرة واجد دمب أما الضبا يا قذف فرده أخرده وآخر الشيء آخر الشيء مرك آخر الجلوس أما آخر المجلس إيو آخر عمره لبضابا ولغو فسيري كراه لكن إن آخر عمره أي تهي رواية صوصع تاكتو سيسا مرك احتمالك أها بآخرة أي بآخر المجلس وبآخر الجلوس إسكده أي في آخر عمره نبي واقد دمو قيريوني صادقه قدام بيسي دعانا وأخري تروي يقول وحورنت بآخرة أي في آخر عمره إذا أراد مركضون أن يقوم إنه كاستغف من المجلس قبت اللفدي وحورنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل من بوحور يا رسول الله رسولك إله يوم إنك لا تقول بريها وحات هذا قولا وربات هذا ما كنت أذن أهين تقوله مثل ورد عيده فيما مضى وياك هوري وحتري نبا لو بريها انت بوحاكو قبضتي دعاينا الاخر اذا قبت الاسكوية ما دبع الكاكا كعضو وياك هورنا ما ننكو اركترين قال نبي وحوجري ذلك كفارة لما يكون في المجلس ذلك الدعاء الساقة كفارة دم بدافت وي وحلقو ترترا او لقو دافا وكفارة قد كتاي لما يكون وحا هذا في المجلس قبتا كدعا وحي الدم بي قبتا كدعا أي ربك كتر ترى كباب عشاء إذا النبي وأقري إنه هران النبي وسن حلق النبي قال الله هذا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما كان النبي حلق محلو شيء يا حق رب الله ورمه أيه كل رقم وحلا سوى قارسية روى أبو داود وروى الحاكم عبد الله النسابور في المستدرك المستدرك على الصحيحين كتاب كسوة قنان أيه حديث كوة رياسة وكله حديث هوري أبي برز أبو داود يصنن كاورية كان ضمن أبو عبد الله بأوريه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما وقال وحين وقال وحون إلى أبو عبد الله الحاكم صحيح الإسناد يعني حرم أنه ينوك إلى هذا حديث عائشة أمخرى تكعي حديث أبي برزة الأسلمي حديث هوري هذا نصنبر أبي هوري ربا لما عناه وصعد أركيسين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلما كان رسول الله يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات قلما وحادي يادو يرى وحادف أهيد وآدو يريد
كان رسول الله رسولك إنه هذا يقوم كي استجى من مجلس قوب يفرد وفريست حتى يدعو إلى وكد عيسو إلى كبريو بها أولاء الدعوة دعوين قصو صعدة وحادي هذا يريد بالنبي إنه أصون دعوين كآخرين وكتقوا وكقع مجلس قوب فردي إنه دعوة بتدر ما بها ليلة الربات نبي محمد إنه سكباب من نيات على جب النبي صو صغير تسيعلي ونعرض لك لجاي وحي اكثر نوم يتقن ربين واخريه وسوره احزاب اخريه والسجده اخريه وسوره اسراء رميه انه وسوره اسراء هولها نينك اخرن هي وينو سو دير غروب كتاب سو قاتو وفريست وجزء دوي وجزء نسكي زراده بسوره يربا اسراء احزاب هي سجده النبي واخري هي تنزيل حميم سوره غافر ككريز معي هاي زمر زمر إنه إسرائيل أفر سورة وويل جزء كبدال إنه هذا هو فرد إذا تيجي وادي هذا بوقت هو شقى علوس شقى علوس فرد إذا تيجي وصل هذا نبي بكر عليه الصلاة والسلام أضو إله الربيع وإله الدور طيب وها على وأنا زمر إني أصو حتى نبي اسم سكيمنا يخشوا عسن بإله هيبة صاري هيبة بعد كسر صاروا هذا إلا بيستئي هذا ماذا حتى يجي هذا فور صدبة وإلهي بهيبة صار هذا إلهي دور طيب وها وحب وحكستنا إنه شيء وخيره فما كستنا نجرب دعوين النبي مع دعوكم حين اللهم اقسم لنا إله قيب نوقدك اللهم اقسم لنا إله قيب نوسي من خشيتك عبسد هذا ما شيء يحولك لتيدا بيننا أنقي وبين معاصيك أنجى معصيده يدنوبته وما معناه إله قلب أنجى عبسي يتقوى جلي أنو كجب أقصنه دنوبتنا كده عنه نوال بنتو الله يقانو كعبس هذا لبح نما نقول نبى الحكر تي سومالي هذا إلهي نك يقانا كعبس هذا نما نقول إنا كما عبس هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم اقسم لنا من خشيتك الا وعبس هذا وحنا نسيسا ما شيء يحول كلتدو نغ هور استاغا بين انغ اي وبين معاصيك دنوبتي معاصي ده اله عبس قلبك انغ غلي يا دور سنن ان كغا باقسن ان كغا سريغنو حمها اي دنوبته ومن طاعتك ضاعد هذه ان لو هغان سم الدين كو لا امر قاطو ضاعد وا مخاي وموافقه الامر روحه كفريه كو امري وحو كأمره الله يلو لفلية طاعة لله هذا إلهي سدا يلا صبنه سدا يلو إن فلنا ليا طاع ومن طاعتك طاعة هذه جانسك الله وحنا قصيصة ما تبلغنا به جنتك وحد جنة نوقرسيسه إله طاعة أنا نقصي وحن جنة كسبنه جنة كتقنه نارك جبت بعدنه ومن اليقين يقين تي عقيدة أذقنا وحنا قصيصة هبال هبال وحلا هبو ما شيء تهون أتكفو ضيسو علينا أن نقض شيء هذا مصائب الدنيا الدين مصائب تيدا نوال بوحو صبرا انت يقين تسو ننطه هبال كسو ريه وح إلهي قري إنو سنكو قفينين وحان ربي قري إنو سنكو هليلينين وح الله قرم ما إنو سنكو سوق قارينين وحوال بإن قرينين ويقدرينين وإذا ننك سيدا آمنسا يقين طبو آمنسا والبهرك سوى يراني أحد السلف باو حال يهبل قال لك لا يبقى سوى عرري قضاء الله وقدر ما آمن بأنك عرري يا ورنتي مركب باشو بالله وتعالى تكبه ودو ما حدا آمنت ما عشان هذا تكعرتنا وتكبت بادي هذا نكعرنا ويكون كل عباد آمن سنتي ما هذه اللودي قضية قدرك رصاص صوت قرم مرتي كتابك قدر إني نحن كعقب بحضن بعض كيابي صومة مرك قضاء الله وقدر سبحانه ما أمن سنة ونكا أسكا يعني أنت هبطيد أمن سنة قضاء الله وقدره أياد مصائبته يا مقاديرته وقت كيستا وققستا وطلقاتا حمشا وضحنبارتا وما اليقيني يقين دوام إيمان باللوجي ده إيمانك وحنك سيسا إيمانك وحنك سيسا الله ما تهونه وحد كفو ضيزو علينا مصائب الدنيا مصيبة ما كيكو قد عضو صبر باللوب باني هاي صبر هو واجب إن لغو قنعو أو لغو فرح مصيبة أنا أضو في رنا يأجر كأتكيه ليس أوغي أيضو واصلنا يا مستحب واجب ما
لكن الصبر واجب والرضا بالمصائب ومستحب لبي كليين جماعة من السلف بلا يد يا مصائب تغفر حجرين ويلك هذه عرض كابا والنها الغرض ورنت الحمد لله الله وضعي قرت الله يقوض بيدي جرين ماذا ذكر إنا لله وإن قيري استرجع واسنا لكن وحروحوا نحايا أول بهار يا إن بلا يا أيسان ودمري سلف كل لك وحيقوف فرح شيرين مصائب تصدقوا فرح ذان نعمك نعمك صدقوا فرح ذان لأن وحيقين أجرك إكيه هذا يكون صبرار فضيق الدبي يا الله دمبك اللي قلنا فيه إلهي والرحيم نبي يرهدول وقبطول وامتحانه وحوين بوكاسينية درجات قاري ويدو شقاكو قاري ويدي عمل إيه عبادكو قاري ويدي يا مصيبة يروكو قلنا على الوو قارسينية سيد الغو باسيو الله يقانا دانتا الله قرانا وركي سوديك سوماليد ماء كتابكو دانتا إذا ما يقانا وديك سوماليد وركي سوماليد سا قبر قروح سنو قلانشو ويلكيسا ونسا قيل لو أكبحي فربضا قبضون عرانين يويلك اللقبضو دنت ويلك لو قبضي دمالان ووواي وحول أنا بالدمال هاي وذيك هو صادقت وذيك الصوارد بها صادقت وذيك الرئيس كتشوغي وحول أوهب لو ترمز عريس قبضي ويلك هذا وكدين تيمير كو قوان مهاي وحلائل أبنائكم وي كتابك أياسي ذا الشيء حول كتابك قال لي دانتي ذو حكم أقول قبل طمان هلاد بان كبحي قولي أكدوا أكدوا يضن عيدي هنا وعلى قد انتي سيكو دقاقي تيرك ويني توقتوي وشو تكو قسيسان لكن يضو سيدة ذا يسو كدنا بامير وكسعت مطمئن سماه هذا وضيقها الصوماليات ما يسي يمشوا أبو والله يشيء ما كسي دايا أنا سك دايا ما أقول ذي لا شيء أفضل أكوها الله ولا يا بنت أنت لاك يا قالني ما أكوها الله سو صح ما نينك الضونة جبرد وها صدقة يقول كيس وكذي أنت إنه دماله هو عروسه هو لا أقل قولة أفك يا ملاحظة هاي ستار أذكر محيط دعوتي ها كتابك الله دمته جيل بايغا مقان او انت اري بايغا مقان نور يموت بايغا مقان يهي قبرنا واتو قدوزان يقولوا نعفو ده ريك قبرنا قولوا لا يهي بارلمان محوقبتها دستور محوقبتها مركان دساتير دج سنين ان عم سنين دل يدي بدب معنية دوامحي كتاب اللي هي دنت الصوماليات ما قرنها كتاب القرآن كا دنت الرئيس مقدش ما قرنها دنت الرئيس بيدا ما قرنها دنت كسمايا ما يقان نو والبا ألابتن أذواتن دقيد حربك وضقبيت كم حي وهاي أيون الشجعين هوش القرتين كوربا أنا جريء المحنو حير محيلين معنا معنا وام حي شجع محي دو تجزا كتاب على دنت أنا ذا مأجوي محي دنت أنا ذا حيرك بقنا كحيرك كتيرة وحاسيال لكن أبي قاس الله يا بنتي هدي ما أنت اللي قاعد هبل به يدي كزنيست مد أوه مد قاقان نقانيس هو يل اللي كزنيست أوضح لقطة وحقدر إن هي كتاب قال الله لقطة ودستور يحير بوقتي يحير يا بين القر يقلب لقاته سيدنا وحارب تاني كتير نقشان كتير فليسا أبو بكر وعمر جنادي قال يدكم عاد قشاء مسكين إسا عيل هرتي محل يا شاء يال با يال ما تقول لي هذا عيلكو يال بو بان يال يال ما هذا واي يال أقبك حول الله وربي قلبك وذانت يحرق جيدي وحاس ونبو حلسكو إلى هذا يال با اللي إلى هذا جنادو حيو بان تاي أقب لغو جنة قالو إيه ربطه أن كتك وما اليقين ما تهون به علينا اللهم متعنا إلهه النور راحه بأسماعنا مقل خيجة وأبصارنا أرجع يجة إله أرجع هي مقل خنود داوي لقي ضايا لك ليد هذا متقنا
niman dhul marin dhaaya ma leh, dhaayuhu waa dhagaha, dhugtuna waa indhaha marka loo jeedo. Laakiin dhugtu mar baa leedaa garashada iyo garaadka. Maxay labadaasi waa nicmooyinka Ilaahay na siiyey, labada ugu khatarsan wey. Allahumma atticna, ilaahu noogu raa, ilaahu noo xooji aragga iyo maqalka, indhaha iyo maqalka. Dhaguhu waxaa lagu arkaa al-aayaata samciya, akhbaarti ambiyada, aayadaha qur-aanka, axaadiista nabiga, wixii wacdi iyo khayr iyo murti iyo maansa ayaa dhagaha lagu dhagaystaa, lagu dheefsadaa. Dhagaha wixii ku dhacana qalbigu tagaa. Aayaadka kowniga xisigee dhacaya, cir iyo dhul, meerayaasha, xidigaha, cir, qoraxda, dayaxa, waxaanu aayaad rabbi ee socda, hawo iyo tigaad iyo geedba, waa maxay indhaha lagu arkaa? Al-aayaat al-ufuqiyya, sanurihim aayaatina fi al-aafaaqi wa fi anfusihim. Aayaat al-aafaaq indhaha lagu daalacdaa. Al-aayaat al-khabariya samciya dhagaha lagu ogaadaa. Waa labada ugu qiimo badan wey. Sidaa darteed ruuxa hadduusan dhagara lahayn, dhaayana lahayn, ma mukallaf baa, mise maa lagu murmaa? Wax ma maqlo, mana arko, ka waramo. Hadduu aakhira yimaado ilaah uu yidhi anigu diintu waxay isoo aan maqlay oo nabi maxaa la soo diray, anigu waxma maqlay, waxna arkaynin, allow anigu jannaa iska rabaa, waxna ma hayo, maxaad ka leedii? Ninkaa naar la geyn maayo. Laakiin waa la imtixaani, aakhira imtixaan lagaga qaadi. Imtixaanka hadduu ku baaso jannu ku dhuflaynay, hadduu ku dhacana isaga yaqaana meeshu aadahay. Dhaguhu iyo saa darteed qur-aanku waxaa ku badan dhagaha iyo inaan laga reebin iyo maqalka iyo araggaa lakala reebi. Dhagaha quful baan ka saaray, indhahana qishaa waan ka saaray. Waa wixii wax lagu arkaayey laguna fahmaayey. Nabiga tiibuu ku ducaysanaya, ummaduna ugu ducaynaya, idinkuna bartood ku ducaysta. Ducadan bisa ma aha in tahajudka iyo taraawiixda iyo qunuudka bisa lagu akhriyo. Nabigu goobtuu ka kacay ku akhriyi jiray, fadhi walba uu ka kacu ku akhrinaya. Allahumma atticna, allow noogu raaxi oo noo daawey noo fayoobe oo noo ilaali biasmaacina maqalkayaga iyo waa absaarina araggayaga wa quwwatina awooda iyo lixaadka maa axyaytana intaadna noolayso. Intaan nool lahay awoodda iyo cududda aragga iyo maqalka allow noo ilaali. Wajcalhu, allow ka yeel waxyaabaan soo weydiisanay alwaaritha ayilbaaqi midka hadha ee u dambeeya minna xaggayaga kana dhaxla ama nalaga dhaxla macnuhu looma jeedo. Waa mushkil cinda alculamaa fasirka weedhaani faqradan. Wajcalhu lwaaritha minna, inna labankaa dhaxlo, maqal labankaa dhaxlo, xoogna labankaa dhaxlee, nin walba wuxuu rabbi siiyo weeye. See marka waarith u noqonaya? Bimacnaa waxaa weeye ruuxu marku horey u bato araggiisuna wuu yaraan, maqalkiisuna wuu yaraan, awooduna way baabi'o, waabaad girgiride, waa leemaad yeelan. Wax walboo dhallinyara marka dhallinyarata aad haysatan wuu kugu yaraanaya. Afartan macanna waad waayeysa. Afartan macan mee taqaana? Lama sheegay. Afartan macanna waabaad waayeysa markaad waayeysho hurdada iyo cuntada iyo iyo laba kaloon aanan sheegayn. Waa tahay maxaa loo jeedaa? Ilaahu xilliga addoonka hore u batee intuba ay yaraadaan, ilaahu aragga iyo maqalka noo ilaali wey, oo aan ku gudgallo ruuxa waayeelka asagoo dhagihiisuna fiican yihiin, indhihiisuna irbada gashanaya dunta, hadduu dhinto waa wax loo aad u qiimo, waa nicmaan la helin wey. Caruurta xataa ku rafaadi maayaan inay dhaqaaleeyaan, ay ka warqabaan, ay wadaan, hadduu intaa qaba waalidku waa lagu rafaadi maayo. Hadduu laakiin labadaba waayo, habaar iska filo, habaar waa iska diyaar, ilaahay kaa badbaadiya mooye. Waalid intaba beele in laga ducayso nin ilaahay ilaaliyo, khayr ilaahay ku dhowro, oo baari baa hawsha ku guulaysan kara. Marka tiibu nabigu wajcalhu, allow ka yeel waxaanu soo codsannay, maticina biamsa asmaacina wa absaarina wa quwatina, soo nidhi alwaaritha ayilbaaqi minna, shayga naga haadhe noogu dambeeya, waayeelnimadii iyo cantatabka nabigu geeri buu ka dhigay, nolosheena intay awoodi joogtana nolol xoog badan buu ka dhigay. Macnahaasaa loo jeedaa bay leeyihin, noogu dambaysii nolosha weeye indha qabid iyo dhaga qabid iyo awood roob.
إلى أرض العمر إن النبي إلهي قارسينه وإلهي بكبر يجري أن تتبين أن نقطة دي المحرر أن نقطة واربوه واجعل الله كيال ثأرنا أرغوصا أرغوصا كيال واحد كو أهديسا حلا أمان ظالمنا روحنا ظلمية أنا إنا دير باقود من تهدهين وحاوي روحي كد ظلمية إنا قد أرغوصا وحي كو سميي وحال لأي قد سميس ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل وي واجعل كيال ثأرنا أي انتقامنا أرجوس جيجا يعدن كأرجوسين عفسنا وقبنا نتاعي على من ظلمنا روحنا دلميون وانصرنا الله نوجر على من عادانا أنتنا لو الله تنتي علك قال ذا يقوى مسلمين تظلم ضابا الله نوجر جار ولا تجعل الله هيل مصيبتنا آفدا نذا في ديننا إلى هو الدين كان جاء فينه عقيد حمو بدع بلايو بقر جائرة أمر إصدل ميسة قبيالد عسبيد أنت رحم ميس إلى ونا إلى له ولا تجعل مصيبتنا في مصيبة آفينا الدنيا كا شارونة دين هذه اللقاء قال وحكوبة بعدين متشرو عقيدة ديكوس وبنت وحبلا بحكوبة بعد ولا تجعل هي مصيبتنا إذن مسلمين تنا محدود تربية وكتغي الدنيا كحكو قبتن إسكو عقيدة هاي isku aqeedo hal nin iyo qalbigi baad moodaa dunida ay ka soo horjeeda hal aragti bay ka qabeen hal u jeedana way lahayeen isku aqeedana way ahaayeen saddexda dadku haday wadaagaan looma istaago ummad isku aragti ah hebel maxan ka sameeyna hal la heshi waan ka madaysana maya hal loo xiraan ka madaysana hal loo xiraan meel garatay aanu xirne ama aan cafine ujeedadan kalena maxay tahay jannaan ku raadsanayna isku ujeedo isku aragti isku aqeedo saddexda ummadu haday wadaagto lama hor istaago Allah iska wata karabiin ya tangi ku hortagaysa xaqiin iyo jannada ku hortagaysa kurus misalis waana ka rayn wa markay saddexda isku ka raacdo way لكن صدح الهداد ويدو وليقى داف ميسد هي 40 سفين سنة داف ميسد وحنو شدن واد فانتين صومالي انت هادا كمرد حيسو حقا يمرك قاري حتى قبيالد مو وذا قار سكت داي وحي وذا حتى قال لي مو وذا انت وذا قال لي قال لي كجرت حتى مو وذا قار قولي اذا انقرابين واقوانا وكور حتى قال لي ما قاسمي كرا حتى هذا الذين دي وقال لما الحقوق نعفي كي ليس حتى من مامولي كرتار أمد مر كان سوارك تي هاي ونسكو مبدأ هاي ونسكو اتشداء هاي حقيل حقيل قاري نعم محمد انت سوق قوليست نسكو مبادئ كردقو اسكو أهداف كردقو اسكو أراكت كردقو صدرت لباطن شنسان قدوهد بأدونك قوقب صدين أيوه أدونك ننتقل لفين شاين الربائين يقول للقاذات يا صحابه دمادين وعمره قد تري ماشي كسر بلابين وارتين صحراء قحر او ورن ويرا اين حكومه دغين بي كسر بلابين ما ادري علمته بيجي اسمع حقا بات غورا سو ارغد يغدا معارضنمده ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الله مصيبه دار الدين كان مصيبه الدين كان غلينا وي دين كان افين ورك وداد كاشي وخبدا با كتر لا قاد وقتي غو دمهاد خلي كلو ما قال لي دونا ولا تجعل الدنيا الدنيا الله وا كدغين اكبر همنا وطين غدنا دواتن هيستات ولا تجعل الدنيا الدنيا الله وا كدغين اكبر همنا وشيدد يدا مده اووي كل هذا وحا ودا وين تاس ني ول وجود ومع غور بالغوري هرتان استاجي hal imaaro arto biirka laga soo markaas amsaad gali doonaay nin walba oo Soomaali wuxuu ku taan waa maxay illa man rahima rabbuhu inu adunyay meel gaaro hebel umad guursati horta u kaada aan biilka saxe oo yaa ku kula balaa biilka saxad biilka saxi muxuu ahaa oo waa dhaqan yahay biilka waa haysta wuxuu ka hadlaaya xisaab waa weyn buu ka hadlaaya gabdhi baa guursada lagu kariyay waxa uu ka hadlay aan meel saaroon fariyaha barto dhaqtar aan soo noqdo kadib aan shaqadu ha saxantay oodu yaa shaqo ka raba ana ku biiray guriga soo fariis baa ka baqay wadaadkii baa diyaar ah
وحن قط وبنو رنبا الدنيا ذا ولا تجعل الدنيا الدنيا يعرب لقيها ولا تشدين الله وهكذا أكبر همنا ملوك تيدا يوحن نكفكر لك أوي آخرين نكفكر ودينك كفكر ونأسك أشقي إنه ودين تسيح كل نقطة سيدينك الغفا فيها الدكتور بعد كل شيء وما ضرنا نحدا قلنا هاي سواحيلك قال هذا كريستنكا وح مشروعة يبرنامج يبرقرام عن أهي إنه اللغة الإسلامية متجرو نضوه يسار متجرو ملايين بدك الغفا يسار قريات تكتير نيجي يدي وحنا لسه قال إسلي وأجن إيمانه يي هذا كره ده كشي كي نبغى نصاحبنا أفرطن دوار بنلا يود بودي مليان دير كسومالي بعد كتشرة أبى شيء كم هاي عندي ودنيم بنتو ده إسلام با إسلام يالي أرد جيف جيفكم عارف إسلام با كفر شعب الله هذا كورس هذا بون مسلون مسلون جيدا وده تمحضو شكته وده تقول عليه هم قال لود بوا نيجي وار إسلام هاي مركز اللي بيورد تشيف كأن تشيف كمان مال ودخل لو إسلامي كفر نيجي ملاقب تجمعه أنت إسلام شنو بودي كيسة خير الله ينسي خير الله ينسي أصلاً إسلام كالله كسوق ومضى دني ملايين تا شرب عبد النور رحمة الله تعالى عليه 98 كم يهيد 98 يحيى ومسنا 97 كم يهيد 97 كمان مال asoo fadhiya mushaadka sigiska banaankiisii baan la sheekaysanay anagoo dhalinyaro koox markaas oo xidhi waxaad yeelaysaan raga maana guursan markaa afar nin baan nin guursan ugu ma jiro xidhi waxaad yeelaysaan gabdhaan sawaaxiliga ee kukuyada iyo kala jinki iyo mukaanbahan guursada waxaan shiri maxaad leedahay wuxuu na yiri wiil sanbalaran oo tin adag oo ilaahay caabudahay iyey mid san dhawna tin jiricsan oo Soomaaliya ka khayr badan oo war loo hayn inuu meesho tagay markay u badantahay wiil xoogan oo san weyn oo tabaj badin dhali ilaahay wuu muslim buu noqon gabdhahan gursada buu oo Soomaaliya dadkan gala konton sano kadib keyo dhaw waxaad ka dhigi kartaa muslimiin u dhil qaada buu shariif waxaan warnay wuu ka hadlay hawl waali ah hawl waali ah wadaado dhowrho waagi gurgursay gabadha sawaxiliga si loo fiijinayay ee loo ceyrinayay rag yar baa ka badbaaday yaani ummadani aad dhex joogtaan xil diineed baa idin ka saaran ganacsatadiina culumadiina xirtiina uqaashiina inar garab wadankan muslim dadka ku nool ee bini aadamkeen diin haysanin iyo kuwa gaalnimada ee kristina ku baaba ahaya aakhir rabbi uu idin weydiin Soomaaliye mashruuc yar oo dhaqaale isku habaysan heed yar u sameeyaan ba kulligood islaaminaysan sanduuq raadad furtaan oo heed yar u sameeyaan oo qaraanka isku dardartaan oo zakada waliba aad ku bixisan waajib weeye oo fi sabilillah bay galeysaa sanadkiiba 10,000 baad islaamin kartaa ayadoo qabow oo cinnadeen dhahayn maxaa tiin qoliyo la sheegay laakiin ma jeedaan wada hawlantan kulligiin haqii la wada hawlan yahay ها قبيالت الدنيا دامت قبيالت ولو حوليه ولا تجعل الدنيا الدنيا الله كدغن اكبر همنا مروقتيدا مده وين وحنو كولولي انو كفكري انو همني اما ان دماعين اما ان دون الا الدنيا كدغن ولا مبلغ علمنا علم غي اقونت ماشي غارسي كهوينا الله كدغي حو اركيس ودا عرورتودي ودي دينكن برا oo jaamacada islaamiga u diraa oo maraakiis cilmi iyo diinad geeyaan oo la raadinaya injineernimo dhaqtarnimo ii sheega hmm haweenka umulin idiya jarid waxaanu shaqo ku lahayn cilmiga haduu noqdo meesha u socdo adduunyo in la xaqiijiyo oo wax ilaahay gaala ku caayay ya'lamuna zaahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhiratihim ghafilun baqan gaala wey روح المسلم كوحو كفكرها هيو وينو الدين كيس النقطة آخر وينو النقطة الدنيا دانا كصحيق هذا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إذن الدنيا دو واسهي واسعد واسفر هبين نحوي حق الله سعد آخر أيضا وإن مسكح ذا يمانك الاسبوك ولا مبلغ علمنا
ولا نهاية علمنا وحبراشة يدو أقونت يدميشي كل دمان إلا الدنيا كده موي قالكم حسما يا محبرتا علمي جيس هو علم الدنيا كل أديها يدميشي كل دمان وفيرني ما كان وحن برتم حقا دمبي مش عارف عمد ليس بس انت اسم بقى أو شو تاقن تاسوك ولا تسلد علينا الله وهنقو سلدنا وهنقو سيدين علينا تشيدا من لا يرحمنا إذا نون حينين قال أنه نحريزنيني يقوى إسلام شيئا ينمر الدوغي إيو ملائكة العذاب أو سؤال أذا قلسوا البوذي انتبه الله أنه وشي دينه ما الله يرحمنا وحزوك لي ملائكة قبلك كورد بيزي ملائكة العذاب الله أنه وصل لنا قبل بادي وملائكة الرحمة أنه هكاتش الدون كان مسلم وناقسا الله أنه هكاتش مسلم فاسق ظالم فاجر إلا فاجر ظالم من حريزته ثم لو عدم مدلس منه ما غن ملك جارير كون حريص بأنك أرقناه وإذن كون نحينين أو نحريسنين إله ونقص الدين ولا تصلد الله ونقص الدين علينا تشيضة ما لا يرحمنا وحدون ما نقض أحدا أنه نحيني رواه الترمذي وقال حديث حسن دعاء الله حفظيه إلهنا الله قبريه وحكنا بيكد جينا الله إسكي إلاليه والله سبحانه وتعالى عنه.